السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الثاني والاخير ديال الهندسه الفضائيه. درنا في الفيديو الاول كيفاش كنحسبوا الحجم المساحه ديال الاشكال الاعتياديه، ودرنا امتى كيكونوا مستقيمين متوازيان ولا مستقيم مع مستوى ومستوى مع مستوى. في هذا الجزء هذا الا شفتوا معايا دابا هذا شنو هو هذا ديال الدراري الصغار، هذا مكعب ياك، هذا حتى هو مكعب. اذا مكعب مكعب واحد، هذا كبر من هذا وهذا صغر من هذا. اذا هذا هو اللي غنهضروا عليه في هذا الفيديو هذا، يعني متى الجزء هذا التكبير والتصغير. دابا هذا التكبير ديال هذا وهذا التصغير ديال هذا. باللي بغي كان الى عندنا هذا بغينا نكبروه كيعطينا هذا، والى عندنا هذا بغينا نصغروه كيعطينا هذا. هذا هو المفهوم اللي بغينا نهضروا عليه. مثلا هذا اللي رسمت دابا في السبوره، اذا من هنا لهنا شنو درنا؟ درنا تكبير، يعني كان عندنا هذا صغير كبرناه. ولكن ملي كيكون عندنا هذا لهاد الجهه شنو درنا؟ درنا صغير. ولكن السؤال المطروح هو شحال باش كبير هذا؟ يقدر يكون واحد اخر كبر من هذا، وكلهم غيكونوا كبر من هذا الصغير. ولكن عندنا واحد النسبه، لان في هاد اشنو غيبقاو يطلبوا منا؟ يعطيوك مثلا المساحه ديال هذا ولا الحجم، مساحه مثلا ديال المربع ولا الحجم ديال هذا المكعب، ويقول لك جبد الحجم ديال هذا. اذا ماشي غديروا عشوائيا، خاصنا واحد النسبه باش كنخدموا، وهذه النسبه هي اللي بغينا ندويو عليها دابا. مثلا الا خدينا ضلع، الا خدينا هذا الضلع ابخيم بي بخيم، مثلا كيساوي جوج سنتيمتر، شحال باش كبرنا؟ مثلا هما كيحددوا لك النسبه ديال التكبير، ولا انت كتحددها الا عطاوك الحجم ديال، الا عطاوك هذا شحال كيساوي هذا كيساوي. مثلا الا كانت ا بي كتساوي 4 سنتيمتر، اذا شنو درنا لهذا باش يولي 4؟ هاد الجوج ضربناها في الجوج، اذا النسبه ديال التكبير هي 2، كنسميوها هكا تساوي 2. هذه هي النسبه ديال التكبير. والا رجعنا بالعكس، إذا كان عندنا مثلا 4 سنتيمتر، كيفاش مشينا لجوج قسمنا على جوج؟ يعني إذا بغينا نصغرو، إذا بغينا نكبرو كنكبرو بالنسبة كا، وإذا بغينا نصغرو كنصغرو بواحد على كا، كنقسمو على كا. هادشي كله من بعد غتفهموه مزيان. دابا هذا هو اللعب اللي كيكون. دابا أنا في الأول عطيت هاد الجوج جبدت النسبة، يقدر مثلا ما يعطيكش، يعطيك النسبة ويعطيك هذا. مثلا غنبدل كاع على القياس، عطاك مثلا ا بريم بي بريم كتساوي 3 سنتيمتر ياك، وقال لك جبد ليا ا بي، مع العلم ان النسبه ديال التكبير، النسبه ديال التكبير هي 2. اذا شنو كنضربوا؟ قلت لنا التكبير كنضربوا في النسبه، اذا غنضربوا في 2 غتعطينا 6، اذا ا بي غتكون فيها 6 سنتيمتر. نتمنى ان هادشي شويه يترسخ لكم في العقل، لان هو باش غنبقاو نخدموا سيختو ملي غنمشيو للمساحه وغنمشيو للحجم. دابا ندوز للمساحه. مثلا عندي مربع ياك، هذا دابا خصنا نحسبوا ليه الحجم. مثلا عندي مربع ياك، درنا خدينا مربع مساحته مثلا طول وضلعه 2، ولا نخدموا بعدا طول وضلعه 3، وحيت المربع كيكونوا كاملين متساويين، اذا المساحه ديالو شحال غتكون؟ غتكون 3 في 3 هي 9 سنتيمتر مربع. الى حسبنا المساحه ديال هذا المربع اللي الضلع ديالو 6، إذا 6 6 دونك غتكون المساحة ديالو هي 36 سنتيمتر مربع. إذا هذا كانت عندو 9، وملي كبرنا ولات عندو 36، مع العلم أن النسبة ديال التكبير هي 2. والسؤال المطروح هو مثلا إلا ما عطاونيش هاد الضلع هذا، ما كاينش ياك، غنحيد هاد الضلع. ولكن ديك 36 نقدر نلقاها واخا ما عندي حتى شي معلومه على هذا المربع هذا، شنو غيكون عندي؟ يكفي ان يكون عندي المساحه ديال المربع الشكل الاصلي، وتكون عندي النسبه ديال التكبير، وغنحسب المساحه. اذا شنو كنديرو؟ كنديرو ا بريم، غنسميو هذا المساحه ديالو ا بريم، هذه غير باش ما تدخلش هنا مع المساحه ديالنا. ا بريم تساوي ك اس 2 مضروبه في الاصلي هي 9، دونك 2 اس 2 هي 4 في 9 تساوي
36 سنتيمتر مربع. إذن هنا لقيت المساحة واخا ما كان عندي حتى شي معلومة على المربع بعد التكبير. إذن القاعدة شنو هي؟ هي كنضربوا المساحة ديال الشكل الأصلي كنضربوها في النسبة أوسيتنان. هاد النسبة كنديروها أوسيتنان حيت جوج الأضلاع كيتضربوا، هذا كيتضرب وهذا كيتضرب، داكشي علاش كنديرو أوسيتنان. إذن القاعدة الأولى شنو هي؟ إذا كان القاعدة واحد إذا كانت A هي مساحة الشكل في البداية، يعني في الأول ما عرفناش حنا يقدر يعطيونا هذا ونجبدو هذا، يقدر يعطيونا هذا ونجبدو هذا، كنحتاجو غير النسبة. إذا كانت A هي مساحة الشكل في البداية و A بريم باش ما نخلطوش A مع A هي مساحة الشكل بعد التصغير أو التكبير، أو التكبير الذي إذا قلنا شنو غنحتاجو، غنحتاجو النسبة، نسبتهم ك فإن إذا المساحة بعد التكبير شناهي هي A بريم تساوي ك أوسيتنان فوا المساحة ديال الشكل اللي كان في البداية. إذا كنضربو أوسيتنان. دابا غندوز للحجم. الحجم إذا كان مثلا عندي الحجم ديال هذا، واش نقدر نجبد الحجم ديال هذا بلا ما تكون عندي حتى شي معلومة على هذا؟ نقدر نحتاج مثلا فقط غير النسبة. إذا مادام أن في المساحة كنضربو غير هذا في هذا كيعطينا أوسيتنان، في الحجم كنضربو الطول في العرض في الارتفاع. إذا ثلاثة الأبعاد يعني كنديرو كأوس ثلاثة، هنا كنديرو كأوس اثنان، في الحجم كنديرو كأوس ثلاثة. إذا هذا هو الفرق بيناتهم. دونك قاعدة رقم جوج، قاعدة رقم جوج، إذا كان في هو حجم الشكل في البداية فإن في بريم و في بريم هو حجم الشكل المحصل عليه بعد إذا سواء كان صغير ولا تكبير ما كيهمش، صغير أو تكبير نسبته ك فإن دونك في بريم قلناش كيساوي ك أوس ثلاثة فوا في مضروبة في الحجم الأصلي. وغناخدو مثال لأن المساحة درنا المثال هذا، دابا غنديرو المثال ديال الحجم. دونك مثال إلا مثلا عطاونا الحجم ديال هاد الشكل هذا ديال هاد المكعب اللي هو بعدا التكبير، عطاونا مثلا في، دونك نكتبو هنا A B C D E F G H يساوي، قالو لينا مثلا كيساوي 8 سنتيمتر مكعب، والنسبة ديال الصغير قالو لينا هي واحد على جوج، حتى هنا صغرناه يعني ك واحد القضية هنا بغيت نشير ليها، أن دائما ملي كيكون صغير كيكون ك محصور بين صفر وواحد، حيت إلا كان كيساوي واحد يعني ما صغرتي ما كبرتي، إلا قلت لك هذا كبرته بالنسبة ديال ك يساوي واحد غيعطيك بحال هذا، ولكن إلا قلت لك كبرته بالنسبة ديال جوج، النسبة جوج يعني راه كاين التكبير حيت راه دوبلتيه كيولي كبير، وكيلا قلتي النسبة صغيرة صغر من واحد كيولي صغير. إذا ملي كتكون نسبة التكبير كتكون ك أكبر من واحد، وملي كيكون ك محصور بين صفر وواحد كيكون صغير. غير هو علاش درنا صفر؟ حيت كما يمكنش تكون سالبة، داكشي علاش درنا بين صفر وواحد. إذا هنا النسبة ديال الصغير هي واحد على جوج، صافي هادشي عطاونا هادو. دابا غنحسب، انا ما عندي حتى شي معلومه على هذا الحجم ديال هذا، ولكن غنحسب الحجم ديالو. علاش؟ حيت عندي القاعده ان في بريم، دونك في بريم ولا نسميه في او اف جي او بريم اف بريم باردون ا بريم بي بريم سي بريم دي بريم او بريم اف بريم جي بريم اش بريم
اذا حنا باش ما نبقاوش نكتبوا هذا الشيء باش ما نبقاوش نكتبوا ا بي سي دي كنسميو مثلا في الامتحان ولا سميتو كيقول لك ليكون في حجم ديال هذا و في بريم الحجم ديال هذا باش كتهني راسك من هاد الحروف هذا. انا دابا حيت درت في في دونك خصني نكتب نسمي هاد في ديال من ولا كنسميو هذا في واحد وهذا في جوج يعني كنبسطو الامور. يساوي اشنو قلنا ك اس 3 اذا هي واحد على جوج اس 3 و في. ولكن هذا خطا علاش؟ حيت هادو اخطاء كيديروا ملي كنقولوا واحد على جوج اس 3 بهاد الكتابه هادي بحال الا درت غير واحد بوحدو اس 3 وانا خصني ندير الاقواس باش تسمى واحد على جوج اس 3 في في يساوي واحد على جوج اس 3 كاين اللي كيدير فيها واحد على 6 حيت كيدير جوج في 3 واحد على جوج اس 3 هي واحد على جوج في واحد على جوج في واحد على جوج غنعطيكم واحد على 8 مضروبه في الحجم الاصلي اللي هو 8 سنتيمتر مكعب. اذا 8 على 8 تساوي 1 سنتيمتر مكعب. اذا الحجم ديال المكعب بعد الصغير هو 1 سنتيمتر مكعب وسي نورمال لان الا كان مثلا 8 يعني كل ضلع غيكون فيه جوج 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 يعني النص ديال جوج هي واحد يعني هادو كل ضلع فيهم غيكون فيه واحد سنتيمتر. اذا هذا هو الهدف من هذه الحصه هذه. نتمنى انكم استفدتوا فيها ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.